نلتقي في هذه الليلة المباركة السعيدة بهذا الضريح الهامر لنستحضر فصولا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجانبا من أخلاقه العطرة بهذه المناسبة العظيمة في ذكرى مولده عليه السلام، إذ يجد المرء نفسه أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتفي أثره ويتبع سنته فيكون بذلك من الفائزين الناجين يوم يقوم الناس لرب العالمين، وإما أن يحيد عن هذا المسلك القويم ويميل عن طريقته وسنته وما جاء به فيكون من الضالين الهالكين الذين لم يقدروا رسالة هذا النبي الأمين عليه أزكى الصلاة والتسليم، ولم يرعوها حق رعايتها واعتبروا الأمر هزلا في هزل، فضاعت أيامهم سدى وانصرمت أعمارهم هدرا حتى جاءهم اليقين فقد أبوا أن يدخلوا الجنة مع الداخلين، لأنهم لم يأتوا بمستلزمات الدخول ولا فعلوا أسبابها التي في مقدمتها طاعة رسول الله عليه السلام القائل في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، بمعنى أنه امتنع دخول الجنة لأنه لم يراعي شرع الله ولم يلتزم سنة رسوله عليه السلام ولم يهتدي بهديه، فدخول الجنة دونه جهد ومشقة ينبغي أن يبذلها الإنسان تطبيقاً للأحكام الشرعية والتزاماً بالتكاليف التي جاء بها الرسول عليه السلام في هذه الشريعة الغراء، ومداومة على ذلك واستمراراً حياة الإنسان كلها تحقيقاً لمعنى الاستجابة لله وللرسول عليه السلام، مصداقاً لقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن الله سبحانه اختار لنبيه عليه السلام اسم محمد المشتمل على الحمد والثناء، فهو محمود عند الله تعالى ومحمود عند ملائكته وعند كافة إخوانه المرسلين، ومحمود عند أهل الأرض كلهم لأن صفاته محمودة عند كل ذي عقل وإن كابر وجحد، فصدق عليه وصفه لنفسه عليه السلام إذ قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لقد أغاث الله عز وجل برسوله محمد عليه السلام البشرية المتخبطة في ظلمات الشرك والجهل والخرافة، فكشف به الظلمة وأذهب به الغمة وهدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأرشد به من الغواية،
وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، عرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن يعرفوه عنه حتى يكونوا على بينة من ذلك في الحياة الدنيا ليكونوا من الفائزين في الأخرى. وأخيرا، فقد جرت عادة المغاربة في مثل هذا المجلس المنيف على ختم كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض المغربي المتوفى سنة 544 هجرية، يقول في خاتمة هذا الكتاب: ونحمده تعالى على ما هدى إليه من جمعه وألهم، وفتح البصيرة لدرك حقائق ما أودعناه وفهم، ونستعيده جل اسمه من دعاء لا يسمع وعلم لا ينفع وعمل لا يرفع، فهو الجواد الذي لا يخيب من أمله ولا ينتصر من خذله، ولا يرد دعوة القاصدين ولا يصلح عمل المفسدين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلاته على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين. اللهم طيب ثراهما واجعلهما في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبارك اللهم في ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وفي صنو جلالته السعيد مولاي رشيد، وفي سائر الأسرة العلوية الشريفة، إنك سميع مجيب. اللهم ارحم شهداء الزلزال، اللهم ارحم شهداء الزلزال، اللهم اجعلهم في أعلى عليين، اللهم ضمد جراحهم واشف مرضاهم، وبارك اللهم في الجهود التي يبذلها المخلصون من هذا الشعب ومن الأمة المغربية، وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله فيما قدموه من حسن العزاء وما لاحظناه من التضحيات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وهو إن دل على شيء إنما يدل على خلق التراحم الذي هو خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.